الاخوات، مرحبا بكم معايا في قناه عالم ومسك. اليوم التقيت ان شاء الله انني نوجد لكم واحد الطاجين ديال الدجاج بخيزو بطريقه محمضه. كنتمنى ان هذه الطريقه تنال الاعجاب ديالكم وتستحسنوها وتجربوها باذن الله. هي طريقه سهله، كنحتاجوا فيها الدجاج على حسب الاشخاص اللي عندنا في المنزل. كنحتاجوا معها بصله مشلضه مع جوج دروس ديال الثومه، انا راني حليتهم وحيدت لهم القلب ديالهم. كنحتاجوا فيها شويه دربيع، الحامض مصير، الزيتون محمض ديال الدار، البصله جوليان، الزيت البلديه ديال الطياب، والعطريه الملحه، الابزار، سكينجبير، الخرقوم فقط. ننتقلوا ان شاء الله اخواتي للطريقه ديال تحضير هذا الطاجين. كناخذوا الطاجين ديالنا، انا عندي الاخوات جوج انواع الزيت البلديه كنطيب بهم بجوج. وهذا الطاجين كيبغي يجي واقف عليه على الزيت، يعني خليو يديكم سخيه شويه في الزيت، راه غير زيت زيتون، ما فيهش زيت المائده، غير زيت الزيتون. تقريبا واحد الحجم ديال نص كاس ما بيناتهم مخلط. غناخذوا البصله ديالنا، بسم الله. ونسيت ما قلت لكم الاخوات ان الدجاج ديالي انا كنشرملو، كنغسلو ونقطرو ونشرملو عاد كنحتفظ به في المجمد. ان شاء الله دابا نوريكم الطريقه ديالو باذن الله. باذن الله اخواتي غناخذو وغنشعل عليه البوطه، غنشحرو شويه عاد نكملو الطريقه ان شاء الله. واخواتي نسيت ما ذكرت لكم في المقادير الجزر، الكميه على حسب عدد الاشخاص. انا الطريقه ديالي في الطاجين اني كناخذ اي خضره كنديرها كناخذها بوحديتها، غنزيد عليه شويه الملحه. والجزر تقريبا انا عندي هنا واحد نصف كيلو، غنزيد عليه شويه الملحه بحكم انني الدجاج ديجا مشرملاه، يعني ما غنحتاجش نزيد نديرو العطريه اخرى. الملحه، الخرقوم، سكينجبير، والبزار. ودابا بهاد دابا غنزيد عليه واحد ضريس الثومه، ضريس الثومه غنديرو مع الجزر، والضريس الاخر غنديرو مع الدجاج باذن الله. ناخذ الربيع حتى هو غنضيفو وغنخلط العناصر كامله باش تجانس. بهذه الطريقه الخضره ديالي كلها الجزر كله كياخذ العطريه. دابا غنسينو الدجاج يتقلى باذن الله وغنضيفو عليه الجزر. وهو الطاجين ديالنا بعد ما تشحر غنضيفو ليه الجزر، وكل وحده تستفو بالطريقه اللي بغات. ومن بعد اخواتي ما استفنا الجزر بهذه الطريقه غناخذ ديك البصيله جوليان، بقات لي هنا واحد شويه ديال داك الماء اللي طلق الجزر مع العطريه ديالها، غنزيد عليها ديك البصيله باش تاخذ حتى هي لو كو ديال العطريه ديالنا. وغنديرها في الوسط ديال الطاجين بهذا الشكل اخواتي.
وهذا الطاجين هذا ما كيحتاجش الماء بزاف باش يطيب، لان الجزر خيزو ديال هذه القيصه دغيا دغيا كيطيب، والدجاج حتى هو دغيا دغيا كيطيب. غناخذ واحد نصف كاس د الماء سخون، نصف كاس د الماء غنضيفوها في الجوانب وغنغطي عليه، وساعه ساعه غادي نسقيه باش هاد البصله حتى هي تاخذ الحق ديالها من العطريه، ونطلقوا من بعد باش نضيف له الزيتون ونضيف له الحامض المصي والفلفله حارة نسيتها، ونخليه يطيب على خاطر نغطيه ونخليه يطيب ان شاء الله. والعافيه تكون مهيله اكيد. وها هو اخواتي الطاجين بعد ما قرب يطيب لينا، غنضيف له الفلفله حارة، غنضيف له الزيتون، وغنضيف له تكييف مسيز الحامض المصي. وفي الاخير غنضيف له واحد الرشيشه ديال المعدنوس كاضافه، هكا كاضافه، وغنغطي عليه وغنخليه تقريبا واحد 10 دقائق، ونطلقوا في التقديم النهائي ان شاء الله. وهذا البنات هو الشكل النهائي للطاجين ديالنا من بعد ما وجد، كيجي على هذه الشكيله، كيجي مقلي واقف واقف على الزيت ديالو، ما كيبغيش يكون فيه المرقة بزاف. قدمته انا مع شويه ديال البقوله ومع سلطه متنوعه فيها البطاطس على قبل بناتي. كنتمنى الطاجين اليوم يروق الاعجاب ديالكم، وتبارطاجيو الوصفه مع الاهل والاحباب والاصدقاء، وديروا لايك الفيديو، واللي ما مشتركش في القناه ديالي يشترك. وإلى وصفة مقبلة إن شاء الله مع قناة عالم أم مسك.